لافنجر عود مارش كونياك بلاك بيبرز مش عارف تشمه الملك عبد العزيز متحمس على كونياك ابدعت يا بدر بارد مو على اسمه تحس ان اسم كونياك ثقيل على العطر بس فعليا عكس هذا تماما بارد تدام لايم حق رايكم في العطر جميل يونيسكس بس انه مايل على الرجالي اكثر جميل ايه المميز المختلف على عطور نسائيه فارشح لهم العطر هذا جميل ايه طيب الان ابغى رايكم في مارش اوه مارش مارش حكايه القهوه اللي فيها الحال اختلف هذا مختلف ترى عن العام انا السنه اللي راحت ايه. صار فيه سويتي شوي حلو صباحي جميل جدا مع كوب قهوه خرافي ما يحتاج كوب يعني ما ممكن حلو مره فان جوخ تعرفون فان جوخ انت كذا اخترت المكان الصح لازم كومنت لانه ما يبغى له اي كومنت ما شاء الله جميل جدا يعني مع 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 العود معطيه رسميه يعني معطيه حده حلو جدا في الشماغ المكان الصح في الشماغ هذا مكان الشماغ صح برضو ينفع يونيسكس يعني بس انه مناسبه لانه رسمي جدا بس انا عن نفسي استخدمه في كل وقت في تميز في لمسه بدر بس وش اللي محطوط معاه مميز وما ادري بس انه مميز يعني من مريح إيه؟ مو من الحمضيات المزعجه المتكرره يعني حمضيات لاينها معروف حاده مره نطيته بروده وهداوه فواحانه حلو جميل